I need the sleeve, I need the مسكة البطلون بتاع الركبة. اوكي الفكرة لما بزق بالرجل دي اوكي بحاول ازق ورا كتفه اوكي لايك ذس اوكي ما بزقش هنا بحاول ازق هنا اوكي 45 صح في نفس الوقت وانا بزق برجلي بسحب السليب عشان هو ما يسندش عشان لو ما عملتش كده هيسند كده اوكي ومحتاج امسك السليب قوي هنا اوكي لايك ذس انا ممكن هو يحاول يقوم عشان يقوم هو محتاج الكوع بتاعه فمهم جدا تبقى ماسك السليف ده ما ينفعش تسيبه لو سبت السليف ده هيقوم على كوعه اوكي فالكنترول بتاع السليف مهم جدا ده بيخليك انت تعرف تقوم وهو ما يقومش تعرف لايك ذس اوكي ولما بقوم ما تحاولش تقوم في السايد اوكي حاول قوم ناحيه دماغه اوكي انا اقوم هنا بوم اوكي كده مش محتاج باور ولا انرجي فيري ايزي في نفس الوقت بقفل سبيس عشان لو قمت هنا كده انت بتديله سبيس اوكي ممكن هنا يزق يزق الركبة هي ده الريكورد ما تديلوش فرصة اوكي ف الفكرة خليك فاهم على وانا بقوم اوكي تخيل انا جسمي هنا اوكي وعشان يبوظ لي البالانس بتاعتي محتاج جسمي يبقى على الهيب بتاعتي لو انا من هنا easy for him عشان يبوظ على شفت very hard for me to make balance اوكي بس لو جسمي فوق هنا لو حرك الهيب تحرك الهيب تحرك don't care take the pant اوكي the sleeve كوعي مقفول اوكي وانا بزق بسحب اوكي بشد السليف لايك ذس بقوم هنا بسحب بام 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 لايك ذس اوكي